اخواني طبعا اليوم كانت استضافه مثمره مع الاخ وزير الداخليه في اقليم كردستان كاك ريبر احمد، وتم طرح اسئله من قبل لجنه تقصي الحقائق وكذلك السيدات والساده النواب، وبادره طيبه ولاول مره تكون في مجلس النواب العراقي حضور وزير من حكومة أقليم كردستان في المركز وفي مجلس النواب العراقي الاتحادي. نأمل أن تستمر مثل ما نستضيف ونسأل الوزراء في الحكومة الاتحادية، كذلك نستضيف ونستفسر ونسأل من الأخوة في حكومة أقليم كردستان، لأننا نحن بلد واحد وبالتأكيد أمننا مشترك، وما يمس الأقليم يمس كل أنحاء العراق. بالنسبة أنك لجنة تقصي حقائق، لدينا استضافات لرئيس جهاز المخابرات والمسؤولين الأمنيين وكيل وزير الخارجية، وبعدها قد من خلاله يتم استضافة من خلال وزارة الخارجية والأطر الدستورية، ومن خلال العلاقات الخارجية نستضيف الأخ سفير جمهورية إيران في العراق. بالتأكيد احنا مستمرين في لجنة تقصي الحقائق لكي نصل الى الحقائق والنتائج التي ادت الى الاستهداف. لا نستطيع ان نسبق الاحداث ونتكلم باي موضوع عن اللجنة الا بعد ان تستكمل كل اجراءاتها. لدينا اجراءات متعددة في هذا الخصوص، وبالتأكيد بينت انا في خطوات سابقة العراق ليس بلد ضعيف وحائط صيص كما يلوق او يليق لبعض الجهات. ستكون لنا اجراءات ونتائج كثيره ومتعدده، ومنها من خلال الخطوات الدوليه والمحافل الدوليه. الاخوان في الاعضاء في اللجنه التقصي الحقائق زاروا الموقع وتفقدوا الغرف المعيشية، غرف النوم، غرف ألعاب الأطفال، وهو مسكن عادي يعود إلى شخص مواطن، لا يوجد فيه أي مبعث خطر لا على الإقليم ولا على العراق ولا على الدول الجوار. ونحن نكرر موقفنا الثابت باستنكار وإدانة هذه التجاوزات، ومرة أخرى طالبنا اليوم في جلسة الاستماع أو الاستضافة، طالبنا مجلس النواب العراقي ونطالبهم بفتح تحقيق شامل ومشاركة عراقية عربية دولية أممية، وأيضا بمشاركة إخواننا وأصدقائنا في الجمهورية الإسلامية التي لدينا علاقات حسن الجوار ومصالح مشتركة وعلاقات تجارية وزيارات متبادلة، بحيث لم يتم ذكر أي معلومة أو أي تبليغ من الجانب الإيراني حول هذا الموقع بأنها تشكل خطراً على الدول الجوار. ونحن بكل سعة صدر نستقبل أي تقرير، أي دليل، أي معلومة من أي جهة عراقية عربية دولية إيرانية أن تثبت وجود أي عنصر من العناصر التي تدعيه الجانب الإيراني في استهدافها لهذا الموقع.